سيبك مضريف ملف كنديروا تحسين السلاله اللي كيمشي للفحل كيمشي للفحل واللي كيمشي للعيد كيمشي للعيد وهذا الشيء ورثناه ابا عن جد من 1930 والدينا في الحرفه الحمد لله هذه هي الارض ديالنا اللي حنا فيها ديما 365 يوم كنوجدوا كما قلت لكم في الاول السر ديال اللي كيمشي للتفحاليات والعيد الاضحى. انت عندك احسن سلالات في المغرب. احسن سلاله كاينه في المغرب واكبر الاحجام كاينه عند بن الرضا عبد الحق ومرحبا بالجميع. هاد لاراس عند من عائله ديال بابا علي هو الاب ديالي الله يرحمه هي السلاله اللي دابا ولات كدور ديال لانوك اللي عندها الدمعه هي كتكون العين كحله والصبابط كحلين والفم كحل معروفه بسلعه بابا علي. اللي كيشوف لاراس ديال لانوك كيعرف هاد السلاله راه كان كينتج فيها بابا علي عليه الف رحمه ان شاء الله. الثمن ديالها منين؟ الثمن ديال التفحاليات كاينه 10000 درهم كاينه 15000 درهم على حسب الحولي كيف داير ومن عند ما الا بغيتي شي حاجه اصيليه حره كتوصل حتى 30000 درهم 40000 درهم للتفحاليات لتحسين السلاله والعيد الاضحى على حسب الحولي كيف داير وبشحال تقام عليك في ديك المده اللي انت علفتي. الا كان عندك عام وهو في الكوري التكلفه ديالك كتكون طالعه تقريبا 10000 11000 12000 العيد الاضحى هذا الثمن ديالو وكاين تيتكلف عليك وكاين 20 درهم في النهار الحولي الا حسبتي لي الطريق اللي خدام عليها والعمال اللي عندك وشحال كياكل راه 20 درهم في النهار وكاين ديال 4000 درهم وكاين ديال 5000 درهم وكاين ديال 6000 درهم على حسب الزبون كاين الزبون اللي يبغي بحال هاد الاحجام هادي العزيز علي يقول لك انا بغيت بحال هاد الشكل واخا هو راه يمشي لتحسين السلاله كيقول لك لا انا بغيته نهديه التقرب لله وكاين اللي يقول لك بغيت حولي فيه 80 كيلو 90 كيلو كتمشي معاه على حسب الحجم ديال الحولي. الحوالي شحال تقريبا الوزن هادو اللي كاينه 140 كاينه 130 كاينه 150 الرباعي والسداسي الثني ما بين 90 كيلو حتى 120 كيلو الحمد لله كاين عليهم اقبال كاينه جوده حتى في الاعلاف اللي كنعطيو اللي فيهم واحد التركيبه كنصايبها لراسي فيها خمسه الانواع ولا سته والحمد لله كاين اقبال كاينه معامله جميله كنتعاملوا مع الكليان اللي كيمشي بخاطره. انا سمعت انكم من الضيعات اللي كتعطي الحواله للاسره الملكيه الوزراء ما عرفتش صحيح ولا لا. ملي كيبغيو يجيو عندنا كيتصلوا بينا واش الناس اللي مكلفين اللي غيمشيو للضيعات ديال ملك البلاد كيجيو كيشوفوا الحولي اللي كيليق بهم هما كيقلبوا الا توافقتوا الحمد لله كاين يعني يختاروا من عندكم يختاروا من عندنا وكيختاروا من جميع الكسابه ديال المغرب. انا كنقول الخير موجود في البلاد وبنادم بلا ما يتخلع كاين الاثمنه راه كاينه كما كتشوفوا في الاسواق كاينه 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم انسان حتى هو يمشي على القدره الشرائيه ديالو ما يكلفش راسه واحد التكلفه اللي تكون كبيره انت حولي ديال 10000 درهم وانت باغي تخلصوا ب 3000 درهم. المواصفات ديال السردي هو الفم ديالك كيكون كحل كيكونوا العينين ديالك كحلين كيكون القرن ديالو حتى هو مولولي بحال هكا مزوق فيه الكحال وفيه الصفوريه كيكونوا الرجلين ديالو من تحت كحلين ومن هنا كيكون غليظ كيكون بيض من هنا عريان عنده الصوفه ذهبيه كيكون طويل عنده الخشاف هذا هو الفحل الاصيلي باش تخدم به وكاين العشاقه ديال عيد الاضحى اللي كيعزيز عليهم بحال هاد الاحجام اللي كيتقربوا بها للخريطه.